الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. نعم، هذا حديث الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث أصل في الباب، وقد تعارض مع حديث ابن مسعود الذي سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر التعارض بين هذين الحديثين صحح أولا حديث أبي سعيد هذا، وقال: وإليه أذهب، أي أقدمه على حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك رجع أمره إلى العمل بالحديثين معا، ويكون ذلك من باب اختلاف التنوع. هذا الحديث حديث أبي سعيد إنما هو متعلق بالموجب الثالث من موجبات السهو، فإننا ذكرنا قبل حديثين أن موجبات السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. ومعنى الشك هو التردد بين الوجود والعدم، التردد بين الوجود والعدم. والفقهاء يدخلون في الشك غلبة الظن، ويدخلون فيه نحو ذلك ما عدا الوهم الذي لا عبرة به. هذا الشك قلنا إنه يكون موجبا لسجود السهو، يكون موجبا لسجود السهو بثلاثة قيود: لا بد أن يكون شكا، وأن يكون الشك في ترك ركن لا في ترك واجب، فإن الواجب لا سجود لتركه، عفوا لا سجود للشك في تركه. والأمر الثالث أن السجود يكون للشك في النقص لا للشك في الزيادة. معنى هذا الشيء يعني أن المرء لو شك هل فعلت الفعل أو لم أفعله، فنقول تأتي بسجود السهو بعد استيقانك بأن تفعل هذا الشيء. أما لو شك في الزيادة بأن قال هل صليت أربع ركعات أم خمسا، هنا شك في الزيادة يعني بعد ما انتهى، فالمذهب أنه لا يسجد له، وإنما يسجد لشك النقص دون شك الزيادة. قالوا لأنه الذي وردت به السنة كما سيأتي معنا في حديث أبي سعيد. ما دليلهم على هذا؟ قالوا لأنه قال فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا، لم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، فدل ذلك على أنه العبرة بالنقص لا بالزيادة. ثم قال ليبني على ما استيقن، وما استيقن هو الأقل، فيزيد واحدة فيكون إرغاما للشيطان. طيب، نأتي بحديث أبي سعيد ثم نورد عليه الإشكال الذي يعارضه في حديث ابن مسعود. حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته، شك أحدكم في صلاته. قال الشك هنا هو قلنا قبل قليل أن المراد بالشك هو التردد بين الوجود والعدم، وليس المراد بالشك استواء الأمرين كما يذكر ذلك المناطقة، ويذكر ذلك بعض الذين أدخلوا في الأصول بعض علم المنطق، فإن علم المنطق دخل في علم الأصول من أبي حامد الغزالي، وعلم الكلام دخل في علم أصول الفقه من أبي بكر الباقلاني، فمن ذلك الوقت دخلت بعض المباحث الكلامية من الباقلاني فمن بعده، والمنطقية من بعد أبي حامد الغزالي في المستصفى. هؤلاء الذين عرفوا الشك بأنه استواء الأمرين، فإن غلب أحدهما فهو غلبة الظن، هذا غير مراد عند الفقهاء. الفقهاء يعنون بالشك التردد بين الوجود والعدم، إلا الوهم فإنه لا ينظر له فحكمه حكم اليقين لأنه مستيقن. قال: إذا شك أحدكم في صلاته، قوله في صلاته يدلنا على أن العبرة بالشك ما كان في أثناء العبادة، ولذلك قرر الفقهاء قاعدة أنه لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة. فلو أن امرأ انفتل من صلاته وسلم منها ولو قرب عهده وشك في نقص هل فعل أو لم يفعل، فنقول لا سجود سهو عليك، لا سجود، بل لا تبني على غلبة يقين، وإنما الأصل أنك أتممت فعلك لأنك شاك. وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد في الرمي الجمار: منا من رمى ستا، فمنا من يرى أنه قد رمى ستا، ومنا من يرى أنه قد رمى سبعا، على أنه محمول على الشك بعد انتهاء العبادة حتى في الحج. إذن قوله في الصلاة نستفيد منها أن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به، لكن لو كان يقينا بمعنى أن المرء بعد انفتاله من صلاة تيقن أنه ترك ركنا من أركان الصلاة أو ترك ركعة، فيجب عليه أن يرجع لحديث ذي اليدين السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تيقن بشهادة رجلين أنه قد انفتل عن ركعتين وبقيت له ركعتان، فدل على أنه يجب الرجوع إليها. قال: فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين. هذه الجملة
ليطرح الشك وليبني على اليقين بنى عليها الفقهاء قاعدة كبرى من القواعد الخمس أو الست أو السبع الكبرى، اختلاف العادين، بل قيل أربع، أول من عدها أربع القاضي حسين المروزي، ثم جعلت خمسا ثم ستا ثم سبعا، التي عليها مدار كل أبواب الفقه، وهي قضية أن اليقين لا يزول بالشك، أخذت من حديث هذا، حديث أبي سعيد رضي الله عنه. لكن يهمنا هنا ما يتعلق بالسهو، انتبه معي. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة في أثناء صلاته إذا شك هل فعل الشيء أو لم يفعله، له شك النقص، هل فعل أو لم يفعل، ليس شك الزيادة، فإنه دائما، شوف دائما، يطرح الشك ويبني على اليقين، فيأخذ بالأقل على سبيل الإطلاق، على سبيل الإطلاق، سواء كان عنده غلبة ظن أو لا ظن عنده مطلقا. ولذلك أخذ الفقهاء أو طردوا قاعدتهم فقهاء المذهب، فقالوا إن الواحد يفيد الظن من 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 ما يسبح به أو نبهه، ولذلك لا يرجع لقول واحد، لا يجوز له يرجع لقول واحد، لا بد أن يرجع لقول اثنين، لأن الاثنين عندهم بينة وتكون قوله بمثابة العلم، فيرجع لهم، فيرجع لهم. إذن أخذوا هذه القاعدة وطردوها بأنه لا بد أن يكون هناك ماذا؟ يقين. وما لم يكن هناك يقين فإنه يبني على ما استيقن، وما استيقنه هو الأقل، وهو عدم الوجود، وهو عدم الوجود. ولذلك أخذ فقهاء المذهب من هذا الحديث الذي قلنا قبل قليل أن من شك في صلاته فدائما، شف دائما، يبني على ما استيقن، ويكون سجود السهو قبل السلام، ويكون سجود السهو قبل السلام. ما دليلكم؟ قالوا حديث أبي سعيد. الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وعليها الفتوى أن من شك في صلاته فله حالتان، وهو آخر الأمرين من قول الإمام أحمد، أن من شك في صلاته، شك النقص طبعا، له حالتان. الحالة الأولى أن لا يكون عنده تحري، ما عنده غلب الظن، فنقول هنا تعمل باليقين وجها واحدا ويكون سجودك قبل السلام. والحالة الثانية أن يمكنك التحري، عندك ظن قوي، غلب الظن، فنقول إن كان للشخص غلبة ظن فيجوز له الأمران، يجوز له الأمران، إما أن يبني على ما استيقن، ويجوز له أن يبني على غلبة ظنه وأن يتحرى. مثل ماذا؟ رجل في صلاته يصلي ثم تردد، هل قمت إلى الرابعة أم لا؟ هو عنده شك، الشك موجود، لكن عنده تحري، كيف تحرى؟ نبهه شخص واحد، أو هو يعرف أن كل ركعة يأخذ فيها مثلا 10 دقائق، مثلا في صلاة نقل قيام الليل يأخذ في كل ركعة 10 دقائق، انتبه قال أنا ما قمت إلا من 10 دقائق، إذن أنا في الركعة الأولى، إذن عنده ظن باعتبار هذا. أو مما يكون به التحري المسبوق، إذا كان الذي عن يمينه وعن شماله كلاهما فاتته ركعتان، إذن هذا من باب الشهادة، كأنه بمثابة الشهادة الاثنين، أنه فاتتك كم؟ فاتتك ركعتان أيضا، هذا من باب التحري، وضحت؟ إذن هذا من باب، لكنك أنت شك. أجيبوني أنتم عما قلت. على المذهب هذا الذي شك وعنده تحري وغلب الظن ماذا يفعل؟ وجها واحدا يبني على اليقين وهو الأقل، ويسجد قبل السلام. وعلى الرواية الثانية وتي اختيار الشيخ تقي الدين وعليها الفتوى المشايخ كلهم أنه يجوز له الأمران، يجوز، ليس يلزمك العمل بالتحري، يجوز لك التحري ويجوز لك تركه. ولذلك قال أحمد في مسائل ابن هانة في سجود السهو سنتان، اليقين واليقين والتحري، نص أحمد على أن فيها سنتين، يجوز لك كذا ويجوز لك الترك، يجوز لك التحري ويجوز لك الفعل. ولذلك هو الصحيح أن هذا آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا آخر الأمرين من اختيار الإمام أحمد، وهو الذي تجتمع به أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا فيه بعض أصحاب أحمد الذين يروون عنه، بعضهم متأخرون عنه، يعني من آخر أصحابه، وهؤلاء المتأخرون الصغار هؤلاء ينقلون يعني ما استقر عليه اجتهاده، ومنهم إسحاق بن إبراهيم بن هانة، لأن إبراهيم بن هانة أبوه له مسائل، وإسحاق ابنه، فكان لما مات أحمد صغير عمره 20 تقريبا أو أقل، فابن هانة وإبراهيم المرودي وعبد الله بن أحمد هؤلاء الذين هم آخر أصحاب أحمد، وهم الذين نقلوا فقهه المتأخر، وغالبا يكون اجتهاده هو المقدم، وهذه يسمونها رواية الجماعة، يعني غالب المتأخرين عليها من أصحاب أحمد، المتأخرين يعني الذين رووا عنه، ولا أقصد المتأخرين من أصحابه الذين أخذوا. طيب، إذن عرفنا المسألة الأولى وهي قضية هذا الحديث وما يؤخذ منه. نعم، نأخذ حديث مسعود.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه، فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. مسألتان، مسألة ذكرناها قبل قليل، أن من شك في صلاته وكان عنده تحر أو غلب الظن أو ظن، فإنه يجوز له أن يعمل بظنه ويكون سجوده بعد السلام، وإن لم يعمل بظنه وإنما بنى على اليقين وهو الأقل فيكون سجوده قبل السلام وجوبا. المسألة الثانية، وهذه مسألة مهمة، وهو أن السنة قد وردت بالسجود قبل السلام وبعده، فهل تخصيص السجود بأحد هذا الموضعين واجب أم لا؟ فهل تخصيص السجود بأحد هذين الموضعين واجب أم لا؟ قول جماهير أهل العلم هو مشهور المذهب أن السجود في كل حالاته، في كل حالاته الواجب وغير الواجب، يجوز أن يكون قبل السلام ويجوز أن تفعله بعد السلام، يجوز، وإنما النزاع في الأفضلية فقط. أعيد المسألة، أعيدها. المذهب وهو قول جمهور العلماء أيضا أن من سجد أو من يعني شرع له سجود السهو إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، فإنه يجوز أن يسجد قبل السلام ويجوز أن يسجد بعد السلام، يجوز له حتى متعمدا، يجوز أن يؤخر بعد السلام، يجوز. قالوا: الاختلاف الكبير في تحديد المحل، وإنما النزاع اجتهادي بين الفقهاء، فنجعل هذا الاجتهاد النزاع متعلق بالأفضلية فقط، متعلق بالأفضلية فقط. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين، قال: إن موضع السجود أن يكون قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. ما دليله؟ قال الحديث، قال: فليتم ثم يسجد ثم فليتم ثم يسلم ثم يسجد. يتم يعني هذا يسمى صيغة أمر، فيجب عليه أن يسلم ثم يسجد، وهذا على صيغة الأمر. وفي الحديث الآخر: ليسجد ثم يسلم. إذن فهذه الصياغة تدل على الوجوب، تدل على الوجوب. إذن واضح عندنا مسألة مهمة سنبني عليها بعد قليل مسألة، وهو قضية متى يكون قبل السلام متى يكون بعده. أخذنا من هذا الحديث ماذا؟ هل الموضع قبل السلام وبعده على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ فالجماهير على أنه على سبيل الوجوب، أن يكون إما قبل السلام أو بعده، على القواعد سنذكرها بعد قليل. واختار الشيخ تقي الدين أن تحديده قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب لظاهر النص، لظاهر النص. سام؟ الإجماع الشيخ المحكي فيه، أقول ما صحة الإجماع المحكي فيه أنه يجوز؟ والله هذا يضعف قول الشيخ تقي الدين. حكي إجماعا، أظن ممن حكى الإجماع هو طبعا قال بلا خلاف في المرداوي، ولكن يعني يضعف طبعا الإجماع، تعرف أنت أنواع، حتى وإن كان ظنيا فلا شك أنه يضعف الخلاف. ولذلك قلت لكم قبل أن الخلاف 4 درجات: الملغي وما كان في مقابلة إجماع قطعي، زين، الشاذ والضعيف، الشاذ هو ما كان في مقابلة إجماع ظني، والضعيف جدا هو ما كان في مغالفة إجماع ظني. فما نلغي هذا الخلاف. يعتبر الخلاف شيخ الإسلام في هذا المسألة؟ والله يعني يحتاج إلى تأمل جماهير أهل العلم، ما أدري والله، أنا ما أجسر على الشيخ ولا على غيره، ما أجسر عليه والله. الشيخ يعني فتوى مشايخنا أنه يجوز الوجه، هو جماهير أهل العلم، هو حكي إجماع صحيح حكي، لكن يعني أنا أحتاج تأمل في ضبط هذا الإجماع، لعلي أراجع وأرد لكم الدرس القادم إن شاء الله. أعيدكم. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا حديث الإمام رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن جعفر بمعنى حديث ابن مسعود، قال: مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال: وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث الحقيقة يعني أن جمعا من أهل العلم المتقدمين ضعفوه، ومنهم أبو بكر الأثرم عليه رحمة الله، فإنه قال إن هذا الحديث لا يثبت. وأبو بكر الأثرم معلوم يعني أنه كان في معرفته بالأحاديث وبالتصحيح، وهو من أصحاب أحمد المباشرين، وروى عنه يعني عدد من المسائل، وله كتاب السنن طبع أوله فقط في الطهارة، ف
فقال إن هذا الحديث لا يثبت، ولكن على القول بصحته فإن من الفقهاء من استدل به، شوف من استدل بحديث عبد الله بن جعفر على أن هذا، طبعا أيضا الشيخ تقي الدين حكم بضعفه، الشيخ الأثرم والشيخ تقي الدين ضعفه، ولكن على القول بثبوته فقد استدل به بعض أهل العلم على أن سجود السهو دائما يكون بعد السلام، وأظنه قول الشافعية أظنه، أو الحنفية لا أعلم، نسيت، أنت أعلم بالحنفية الشيخ، أظنه قول الحنفية وشوف نسيت الآن، لكن الشيخ عمر يقول أنه قول الحنفية، فاستدلوا بهذا الحديث على أن سجود السهو دائما يكون بعد السلام، دائما يكون بعد السلام، قالوا ليسجد سجدتين بعد ما يسلم، إذن يكون بعد السلام. الفقهاء حملوه على أمرين، مشهور المذهب حملوه على أحد أمرين، الأمر الأول قالوا إما أنه يدل على الجواز، فإنه قال بعد ما يسلم إذن يدل على أن كل سجود يكون بعد السلام، يجوز أن يكون بعد السلام سواء كان موضعه على سبيل الندب قبله أو بعده، هذا واحد. الحمل الثاني قالوا إن هذا الحديث فيه اختصار، بمعنى أنه حذف فيه جملة، من شك في صلاته فليتحرى، أو من شك في صلاته فتحرى، خلنا نقول من شك في صلاته فتحرى فليسجد سجدتين بعد السلام، إذن يكون حديث عبد الله بن جعفر بمعنى حديث ابن مسعود ولكنه مختصر، حذفت من كلمة فتحرى أو فليتحرى أو فتحرى فتحرى، خلنا نقول فتحرى، إذن يكون حديث عبد الله بن جعفر بمعنى حديث ابن مسعود في حال الشك وكان عنده غلب الظن أو ظن فتحرى. صلى الله عليك. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود، وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. نعم، هذا حديث عبد الله بن شعبة، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فقام في الركعتين، هنا ليس المراد بها الشك، المراد بالشك هنا يعني الترك، الترك، فهنا الشك بمعنى اليقين، فهنا الشك بمعنى اليقين، استيقن، قال فاستتم قائما، أو أن الشك هنا أي قبل اليقين، شك ولم يتعمد قبل أن يستتم قائما، فيكون معنى الشك هنا ليس مستمر الشك معه، إما أنه كان الشك موجودا ثم تيقن، أو أنه شك بمعنى أنه تيقن بعد ذلك، تيقن الأمر. قال فقام في ركعتين فاستتم، فقام في الركعتين أي قام للثالثة فاستتم قائما فليمضي، فليمضي أي فليمضي في صلاته ولا يرجع. قال وليسجد سجدتين على سبيل الوجوب لأنه ترك واجبا، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، إذن لا سهو عليه في الجلوس. الفقهاء يقولون إن من ترك التشهد الأول فله ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يتذكر وأن يتيقن بتركه لهذه قبل أن يستتم قائما، قبل أن يستتم قائما، فيقولون هنا في هذه الحالة يلزمه أن يرجع، يلزمه الرجوع، يجب عليه أن يرجع، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قالوا إذا استتم قائما ولم يقرأ الفاتحة، قالوا يكره له الرجوع، يكره له الرجوع. الحالة الثالثة قالوا إذا استتم قائما وشرع بالفاتحة ولو بقراءة الحمد، فإنهم يقول يعني الحمد لله رب العالمين، فإنهم يقولون يحرم عليه الرجوع، ولو رجع لبطلت صلاته، لو رجع بطلت صلاته. إذن عندنا ثلاث حالات. قالوا لماذا؟ قالوا لأن من ترك واجبا، القاعدة ذكرناها قبل، من ترك واجبا فبدأ بركن بعده سقط هذا الواجب وينتقل لبدله وهو سجود السهو. وذكرت لكم قبل أن الأركان نوعان، ركن قائم بذاته وركن ليس قائما بذاته. عندهم هنا أن الركن القائم بذاته هو قراءة الفاتحة، وأما الركن الذي ليس قائما بذاته فهو الاستتمام قائما، وذلك كرهوا له الرجوع، كرهوا له الرجوع، لكن يقول لو رجع وجب عليه سجود السهو، يجب عليه في الحالتين سجود السهو سواء كان رجع أو لم يرجع، وسواء قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، ما دام استتم قائما وجب عليه سجود السهو، لا يسقط عنه إلا إذا كان في الطريق ولم يستتم. طبعا نعم، قال رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. طبعا سبب ضعفه أنه تفرد به جابر الجعفي وهو مجمع على ضعفه، وممن ضعفه من فقهاء جمال الدين المرداوي الكفاية المستقنع وغير من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث. طيب عندنا هنا مسألة مهمة جدا، يعني قبل أن ننتقل الحديث التي بعده، وهو قضية متى يكون سجود السهو، أهو قبل السلام أم هو بعده، أهو قبل السلام أم هو بعده.
قبل قليل تكلمنا عن مسألة إيش؟ هل موضعه قبل السلام أو بعده على سبيل الندب أو على سبيل الإجابة؟ وقلنا إن عامة أهل العلم على أنه على سبيل الندب، على سبيل الندب، هذا عامة أهل العلم، وهو الذي عليه يعني فتوى عليه مشايخنا كلهم. لكن الآن نتكلم متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده. هذه المسألة من مسائل المشكلة، حتى ذكر يعني لأن القاعدة فيها صعبة شو. فبعضهم قال إن السجود دائما يكون بعد السلام مطلقا وارتاح، وعمل بحديث يعني عبد الله بن جعفر وارتاح. وبعضهم قال دائما قبل السلام، وبعضهم حاول أن يفصل على أكثر من 4 أقوال إضافة للقولين السابقين. نأخذ من الأقوال 3 فقط لأنها أهم الأقوال في المذهب. أول قول وهو مشهور المذهب، مشهور مذهب الحنابلة، أن كل سجود سهو فإن محله قبل السلام. الأصل فيه أن يكون قبل السلام. قالوا إلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد السلام فقط، هو الذي يفعل بعد السلام. وما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام؟ قالوا موضعان فقط فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وما عدا ذلك أي سهو حتى لو كان مندوبا يكون قبل السلام. عندهم قاعدة على سبيل الندب طبعا. ما هما هذا الموضعان؟ أولهما حديث من؟ حديث اليدين، وهو أنه يسلم وقد ترك ركعة كاملة، ركعة تامة. سأرجع كلمة تامة بعد قليل لأنها محل إشكال عند فقهاء المذهب. من سلم عن نقص ركعة تامة فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يكون فيها يعني فيه سجود سهو ويكون بعد السلام، قالوا للحديث. طيب زيادة التامة هذه يقول ليست موجودة في كل كتب المذهب، فإن صاحب المقنع لم يذكرها، وإنما ذكرها بعض المتأخرين مثل الزركشي وانتصر لها، ومثل صاحب الإقناع. وإلا بعضهم يذكر زيادة ركن ركعة ولو يعني عفوا من سلم عن نقص ولو بعض ركعة عفوا من سلم عن نقص ولو بعض ركعة يعني كان يكون سلم سل يعني صلى ب يعني سلام واحد ثم سلم ونسي السلام الثاني، فإنهم يقولون على الرواية أنها لابد أن تكون ركعة تامة، إذن يأتي به ثم يأتي بما بعده فقط، يأتي به ثم يأتي بما بعده، أو يأتي بالركعة كاملة ثم يأتي بها ويكون سلامه قبل. ولكن على العموم المحقق المتأخرون زادوا كلمة تامة. إذن عرفنا الموضع الأول. الموضع الثاني هو على الرواية الثانية فقط، وهو إيش؟ تونا قلنا قبل قليل حديث عبد الله بن مسعود، من سجد لأجل شك وتحرى فيكون بعد السلام. إذن عرفنا مشهور المذهب. الرواية الثانية ولم أجد من نص عليها بهذا النص إلا صاحب المبدع، وربما يعني قصور من لا شك. الرواية الثانية نسبها صاحب المبدع الشيخ تقي الدين بن تيمية، فقال إن كل سجود الأصل فيه أن يكون بعد السلام، كل سجود يكون بعد السلام، إلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. عكس القاعدة. طبعا ذكر هذه القاعدة ابن رجب، وقال بعض المتأخرين لم ينسبها من أصحابنا، ولكن ابن مفلح ذكرها ونسبها للشيخ تقي الدين، وتحتاج تأمل. الشيخ تقي الدين سجود السهو جزء 23 يحتاج إلى مراجعة، هل قالها يعني بهذا النص أم لا، لأنه ينبني عليه إيش؟ أن الشيخ يرى أن هذا على سبيل الوجوب، فمعنى ذلك أنه يرى أن غير ما ورد به النص مما هو ملحق به فالأصل فيها أن يكون بعد السلام. طيب هذه مسألة. الرأي الثالث أختصر الوقت لأن أريد أنهي الباب بسرعة. في رواية في المذهب انتصر لها بعض المشايخ والشيخ العثيمين، ذكرتها لماذا؟ لأن الشيخ له رسالة دائما تعلق، أنهم يقولون إن من سلم عن نقص ركعة، شف نقص ركعة، فإنه يكون بعد السلام. عن نقص أي بمعنى نقص ركعة، أو سلم عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. ومن سلم عن نقص فإنه يكون بعد السلام، ومن سجد لأجل زيادة فإنه يكون قبل السلام. يعني أعيدها، من سلم عن نقص فإنه يكون بعد السلام، ومن سلم عن زيادة فإنه يكون قبل السلام. هذه يعني رأي الشيخ العثيمين في رسالة المشهورة تعلق بالمساجد، وهذه رواية مذهب أحمد، وهي قول الشافعي القديم، وأظن قول مالك. وذكر ابن رجب لما ذكر هذا القول قال هذا متجه، لكنه اعترض على هذا القول باعتراض متجه، يمكنكم أن تراجعوا، لكن لضيق الوقت موجود فتح الباري. سم امشي لأن أود أنهي الباب اليوم، لازم نمشي شيخ. عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه،
وعلى من خلفه، رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. نعم، هذا حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه، وعلى من خلفه، أي أن الإمام يتحمل سهو مأمومه، يتحمل سهو مأمومه. وهذا يعني في الجملة معمول به عند أهل العلم، لأنهم يقولون ليس من أفعال الصلاة أو من أركان الصلاة شيء من الأشياء القولية إلا قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة تسقط عن المأموم، فدل على أن لا يبقى إلا الأركان، فالمأموم لا يمكن أن يخالف فعل إمامه، إلا لا يمكن أن يسهو وحده دون مأموم دون إمامه بترك ركن إلا بالمخالفة في الأفعال، وهي تبطل الصلاة. وهذا الحديث قال رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. نعم، ضعف جماعة من أهل العلم هم مرداوي وأعلوه بخارجة بن مصعب، وقالوا إن خارجة هذا قد ضعف الإمام أحمد بن معين وغيره من أهل العلم، لكن العمل على هذا الحديث. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. نعم، هذا الحديث حديث ثوبان أنه قال لكل سهو، النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. أخذ من هذا الحديث أن مسألتان، المسألة الأولى أخذ منه أن سجود السهو دائما يكون بعد السلام، أن سجود السهو دائما يكون بعد السلام لمن قال به من بعض أهل العلم. والأمر الثاني أن كل سهو في الصلاة يشرع له سجود السهو، كل سهو. والحقيقة أن هذا الحديث فيه ضعف، لأن هذا الحديث جاء من طريق إسماعيل بن عياش ورواه عن غير الشاميين، رواه عن الحجازيين، وإسماعيل بن عياش إذا رواه عن الحجازيين فقد اتفق على تضعيف روايته، ولذلك قال الأثرم إن هذا الحديث حديث ثوبان لا يثبت، قال إن حديث ثوبان وحديث عبد الله بن جعفر لا يثبتان، فضعف هذا الحديث عبد الله أبو بكر الأثرم وغيره من أهل العلم لهذا المعنى. لكن نأخذ من الفقه المسألة الأولى قلناها قبل قليل، وهو أن السجود بعد السلام وهذا لا يصح، بل إنه ورد السنة به قبل وبعد. استدل بهذا الحديث على مسألتين، استدل فقهاء المذهب على لو حمل على صحة على مذهب على مسألتين. المسألة الأولى استدل بهذا الحديث لأن السنة ترك السنة يشرع فيه سجود السهو، أن ترك السنة يشرع فيه سجود السهو. من ترك سنة من سنن الصلاة مثل الجهر في الصلاة، قراءة سورة، فالمذهب فيه ثلاث روايات. قيل إن من سجد سهو لترك سنة بطلت صلاته لأنه لا موجب له، قيل هذا الشيء. وقيل وهو المعتمد عند المتأخرين أن السجود لترك السنة جائز، نص عليه المتأخرون. وقيل وهو الأقرب أنه يفرق بين السنة التي داوم عليها صاحبها مثل الجهر ومثل قراءة السورة، وبين السنن التي يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، فيستحب للأولى ويجوز للثانية لكن عموما هذا الحديث استدل به على أنه من سهى لترك سنة فإنه يجوز له أن يسجد سجود السهو. استدل بهذا الحديث المسألة الأخيرة في مسألة تداخل سجود السهو، بمعنى أن المرء لو سهى في صلاته سهوين، سهو يكون محله قبل السلام وسهو يكون سجوده محله بعد السلام، فهل يتداخل هذان السجدان أم لا؟ المذهب نعم أنهما يتداخلان، ويأخذ الأقوى وهو قبل السلام، يقول في شرح المنتهى، يقول: وهذا الحديث لكل سهو محمول على الجنس، أي كل السهو يجزئه سجدتان فتكون من باب التداخل. وجاءت رواية في المذهب مال لها ابن قاضي الجبل في الفائق إلى أنه لا تتداخل إذا كان موضعها مختلف، فيسجد سجودين، سجود قبل السلام وسجود بعده. وقلت لكم أن لا أذكر رواية إلا ما ذكره الستة أو الخمسة، منهم ابن قاضي الجبل، فقال إنه يسجد فيكرر سجود السهو لها، قال لأنه قال لكل سهو سجود، فالسهو الذي يكون قبل السلام له سجوده، والسهو الذي بعد السلام يكون له سجوده، ولكن الأول هو المعتمد عند أهل العلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، وسنده ضعيف.
هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي في قضية سجود التلاوة، ويسمى سجود القرآن لأن السجود يكون واردا فيها. الأصل في سجود أنه توقيفي ولا يكون اجتهاديا، بل ما وردت السنة به فإنه يستد عنده. والسجود له موضعان، إما في الصلاة وإما في خارج الصلاة، وهو مشروع في الموضعين، ويسجد القارئ والمستمع دون السامع، ويسجد القارئ والمستمع دون السامع إن سجد القارئ. والفقهاء يقولون إن زيادة المبنى زيادة في المعنى، فالمستمع هو الذي أرخى سمعه وقصد السمع، وأما السامع فإنه الذي طرق سمعه من غير قصد للاستماع. ولذلك يبنون أحكاما كثيرة جدا، منها أنهم يقولون إن الإثم في سماع المحرم إنما يكون على المستمع دون السامع، ولذلك جاء في حديث ابن عمر موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح، أنه لما كان في يعني يمر في بادية فسمع صوت مزمار راع فسد أذنيه، لم يأمر صاحبه أن يسد أذنيه لأنه سامع وليس بمستمع. وذلك دائما السامع لا يكون عليه إثم، وإنما الإثم على المستمع. كذلك الأجر، الأجر إنما يكون للمستمع لا للسامع، سجود التلاوة إنما يكون للمستمع دون السامع. طيب، إذن قلنا المسألة الأولى وهي قضية أن سجود التلاوة الأصل فيها أنها توقيفية. تتبع أهل العلم سجدات التلاوة فوجدوا أنها 14 سجدة أو 14 سجدة، وهناك سجدة خامسة يعني متممة لها موجودة في سورة صاد. والمذهب أن السجدة الموجودة في سورة صاد ليست سجدة تلاوة، وإنما هي سجدة شكر لله عز وجل. ودليلهم على ذلك حديث ابن عباس الثاني معنا، أنه قال صاد عليه الصلاة والسلام، قال صاد ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود، أي ليست من سجدات التلاوة. قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، هذا قول ابن عباس. فأخذ منه فقهاء المذهب أن سورة صاد، السجدة التي في سورة صاد، إنما هي سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. وبناء على ذلك فيقولون لا يجوز سجودها في الصلاة، ومن سجدها في الصلاة عالما عامدا بطلت صلاته، إلا أن يكون يعني جاهلا أو أن يكون متأولا عند الجمهور الذين يرون أن صاد سجدة تلاوة. فالمذهب أن صاد، السجدة التي في سورة صاد، لا يسجد لها، يحرم السجود لها في الصلاة، لأن زيادة في الصلاة من غير جنسها، وما عدا ذلك فهي من سجدات التلاوة. الرواية الثانية رجحها ابن مفلح، أنا قلت لكم الخمسة أو الستة لا أرجح غيرهم أو أذكر غيرهم، رجحها ابن مفلح في الفروع، وقال وهي أظهر أنها تسجد في الصلاة. قال لي قول ابن عباس ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، تحتمل أن تكون في الصلاة وتحتمل أن تكون خارجها. وبناء على ذلك فالمذهب يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست من عزائم السجود معناها أنها ليست سجدة تلاوة، وإنما هي سجدة شكر. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، أي خارج الصلاة. الرواية الثانية التي قال عنها ابن مفلح وهي الأظهر، قوله ليست من عزائم السجود معناها ليست من السجود الواجب، وإنما هو من السجود المسنون، فتكون صاد مثلها مثل غيرها، مثلها مثل غيرها، كلها ليست من عزائم السجود، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب النفي عن غيرها. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها في الصلاة وفي غيرها. إذن عندنا روايتان في قضية السجود في سجدة التلاوة، في سجدة التلاوة. طيب، المسألة الأخيرة فيما يتعلق بسجدة التلاوة أو نذكرها بعد، نذكر حديث عنه، تفضل يا شيخ. حديث عمر، وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين. هذا حديث عمر رضي الله عنه وابنه، أن عمر قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. هذا موقوف من قول عمر، وهذا يدل على ظهوره في السنة. والغالب أن ما يقضي به الخلفاء علانية فإنه في معنى المجمع عليه، في معنى المجمع عليه إن لم يكن فيه خلاف، واضح وثبت الخلاف وظهر في عهد الصحابة رضوان الله عليه. هنا عمر يقول إن سجود السهو، عفوا سجود التلاوة، أعتذر، سجود التلاوة هو سنة، يجوز السجود ويجوز تركه، وهذا يشمل الصلاة وغيرها، فيجوز تركها ويجوز فعلها. قال وفيه، أي في رواية أخرى،
في البخاري أيضا قال إن الله عز وجل لم يفرض السجود إلا أن نشاء، يعني إن شئت الأمر مخير لك، فيجوز لك الفعل ويجوز لك الترك، ولكن هذه المشيئة على سبيل الاستحباب، فإنه يستحب الامتثال لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم غالبا له لذلك. ثم قالوا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه. قرأه أبو داود فيه في بإسناد فيه لين، لأنه قالوا إن فيه عبد الله المكبر العمري، هناك عبد الله وعبيد الله، المكبر ضعيف والمصغر عبيد الله ثقة. وذلك أحيانا في كتب الأسانيد يكون هناك تصحيف فيكبر أو يصغر المكبر أو يكون العكس، وهذا محل إشكال. منها الحديث المشهور في من زارني من حج ولم يزرني فقد جفاني، وجد في بعض النسخ تصحيف فصغر الراوي وإنما هو المكبر في الكتب المضبوطة. طيب، إذن حديث ابن عمر رضي الله عنه هنا يدلنا على مسألة، وهي قضية أن المستمع يسجد. قال يقرأ علينا القرآن، إذن المستمع هو الذي يسجد، وأما السامع الذي لم يرخي سمعه فإنه لا يسجد، ورد فيه آثار. المذهب يقولون عندنا مسألة سنكررها بعد قليل، أن سجود التلاوة صلاة، فإذا كان في أثناء الصلاة فإنه يجب أن تكبر تكبيرات الانتقال له، في أثناء الصلاة يجب أن تكبر له تكبيرة الانتقال هويا ورفعا بلا إشكال، وإذا كان خارج الصلاة فإنه أيضا يجب له الطهارة، عفوا يشترط له الطهارة ويشترط له استقبال القبلة، ولا يجوز لغير القبلة إلا أن يكون في على راحلة في سفر، ويرون أنه يجب له التكبير ويجب له التسليم، يجب له التكبير ويجب له التسليم. وهل يجب له الجلوس؟ هل يجب له الجلوس؟ المتأخرون كثير منهم صاحب الإقناع مشى على قول ابن مفلح المفروع أنه يندب الجلوس، يندب الجلوس، قال لأن الجلوس المقصود قد يهوي من قيام إلى سجود مباشرة فلا يجب له الجلوس، ولا يعني ويسلم وهو قائم، فالمقصود التسليم. لكن ذكر الشيخ منصور في كشاف القناع قال والظاهر أنه يجب الجلوس بعد الرفع من السجود فلا يسلم إلا وهو جالس. هذا كلام من منصور في الكشاف، قال لأنه ما يكون السلام إلا حال الجلوس، هذا مشهور المذهب أنه صلاة. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وهي اختيار أيضا الشيخ ابن باز، لكن يقول أحوط الأول، يرجح الأول باب الاحتياط، أن سجود التلاوة ليس صلاة، وبناء على ذلك يجوز على طهارة وعلى غير طهارة، ولكن الأولى أن يكون على طهارة. يجوز طبعا طهارة صغرى، من عليه حدث أكبر لا يجوز قراءة القرآن، يجوز للقبلة ولغيرها، لا يلزم فيه تسليم ولا يلزم فيه تكبير، فيهوي ولو من غير تسليم ولا تكبير ولا سجود أيضا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل آتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك، رواه البيهقي وأصله في البخاري. نعم، هذه الثلاثة أحاديث ختم بها المصنف الباب ونختم بها درسنا اليوم في سجود الشكر، يسمى بسجود الشكر. وسجود الشكر يعني مشروع وله هيئتان، إما أن يكون صلاة كاملة، فإذا جاء المرء خبر يسره فإنه يصلي ركعتين لله عز وجل، وإما أن يتقرب له جل وعلا بالسجود فقط فأن يخر ساجدا. ورد فيه أحاديث مرفوعة، منها حديث أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله عز وجل، قال رواه الخمسة إلا النسائي، يعني أحمد وأهل السنن. وهذا الحديث قال الترمذي إنه حديث حسن غريب، ويعني بالغرابة فيه أي أنه تفرد به راويه، إذ راويه الذي تفرد به رجل يسمى بكار بن عبد العزيز، وقد تكلم فيه أهل العلم، وقد تكلم فيه أهل العلم. إذن هذا الحديث مما تفرد به بكار بن عبد العزيز وفيه مقال. الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عوف قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شاكرا،
فسجدت لله شاكرا. قال رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا الحديث مع تصحيح الحاكم له إلا أن فيه ضعفا، فإنه قد تفرد به أيضا رجل مجهول لا يعرف حاله، وهو عبد الواحد بن محمد، فإنه رجل ضعيف ولا يعرف حاله. الحديث الثالث حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر حديثا طويلا قال: وفيه فكتب علي بإسلام أهل اليمن، فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. قال رواه البيهقي وأصله في البخاري بدون ذكر سجدة الشكر. وما ذكره البيهقي أو رواه البيهقي فيه ضعف شديد، فإنه قد أعل بأكثر من علة. وعلى العموم فإنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه سجد سجودا مفردا للشكر لله عز وجل، لم يثبت. وإنما صح عن كثير من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، كأبي بكر وعلي رضي الله عنه وكعب، وكان في محضر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سجد كعب رضي الله عنه. فثبوت هذا مستفيض، فيكون الأصل فيه إما السنة التقريرية أو مجموع الأحاديث الضعيفة تدل على أن له أصلا، أو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على سجود الشكر فهو مشروع. عندنا هنا مسألة ثانية أو ثلاثة نأخذها على سبيل السرعة في سجود الشكر ثم نختم الدرس. المسألة الأولى أن الخلاف في سجود الشكر كالخلاف في سجود التلاوة، أهو صلاة أم لا؟ فالمذهب أنه صلاة، فيشترط له الطهارة واستقبال القبلة، ويجب فيه التكبير والتسليم، وندب وقيل بوجوب الجلوس له، وقيل بوجوب الجلوس له. والرواية الثانية أنه ليس بصلاة، فتشكر فتسجد لله عز وجل أينما توجهت أو أينما توجهت، وإن كان المرء لا يستطيع السجود فهل يومئ؟ نقول لا، ما يومئ بالسجود، فإما أن يسجد كان يكون على دابة، فإما أن يسجد أو أن يترك، لأن الأصل أن الإيمان يكون بدل عن شيء كامل، ولذلك الأقرب أنه لا يسجد، عفوا لا يومئ لأجل سجود الشكر. عندنا هنا مسألة مهمة، وهو قضية متى يكون سجود الشكر. جاء في الحديث الأول معنا وهو حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه، قال: إذا جاءه صلوات الله وسلامه عليه أمر يسره. نستفيد من ذلك أمران. الأمر الأول أن يكون أمر فيه شيء يسره، إما من جلب منفعة أو دفع مضرة عامة أو خاصة، وبناء على ذلك ما لم يكن خبرا يسر، ما لم يكن خبرا يسر فإنه لا يسجد له. ولذلك قرر جماعة من العلماء أن من وصل إلى بلد هو بفعله وصل إلى بلد فإنه لا يسجد له سجود الشكر، وإنما يستحب صلاة ركعتين وركعتا القدوم، فلا يسجد له لأنه ليس بخبر يأتيه فجأة. هذا واحد. الأمر الثاني أن قوله إذا تدل على أنها يسمونها إذا الفجائية، أي عند وجود الشيء وبناء عليه، فلو طال الفصل بين وصول الخبر وبين سجوده نقول إنها سنة فات محلها، والأصل في السنن إذا فات محلها أنها لا تقضى، أنها سنة فات محلها، والسنة إذا فات محلها لا تقضى. واحد جاء خبر قال خبر روح أتوضأ، على القول على مشهور مذهب سأتوضأ لأسجد، نقول لا فات محله، طال الفصل، لأنك ستذهب وربما يأخذ منك 15 دقائق، لكن لو كان وضوء قريب وسريع فنقول الأمر إذا قارب الشيء أخذ حكمه، نص على ذلك المتأخرون من فقهاء المذهب. بذلك نكون أنهينا هذا الباب، وبه ننهي بحمد الله عز وجل سجود السهو. فيه مسألة ثانية، الشيخ علي سألني سؤال، وينه ما حضر اليوم، كان في مسألة لكن أجيبها إذا حضر. إذن هي قضية بما ذكرت سأذكر لكم المسألة، وهي قضية أن المذهب يقولون إن متروك إن من ذبح شاة وتعمد ترك التسمية لا يجوز أكلها، وإن نسي ترك التسمية جاز أكلها، وإن نسي ترك التسمية جاز أكلها، بخلاف الصيد، فإن الصيد من تعمد ترك التسمية عند إطلاقه سهمه حرم أكله، وإن نسيه حرم أكله. عرفنا الفرق؟ فعندهم في الذكاة، في الذكاء إذا نسي التسمية حلت، في الصيد إذا نسي التسمية حرمت. ما الفرق؟ هذه تسمى الفروق. معرفة الفروق الحقيقة من دقة الفقه. الفروق تستفيد منها أمرين: للاستدلال والإثبات الحكم، وعند النقض عندما تريد أن تنقض الذي أمامك قوله تقول لا في فرق بين المسألتين. والفروق يكون أحيانا بالتفريق بين الأبواب، والتفريق بين المناطات، والتفريق بين العوارض. طبعا الذي في الكشاف
فرق بتفريق، قال لأنه في الصيد، في الصيد يكثر، عفوا في 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 الذبح يكثر النسيان، بخلاف الصيد لا يكثر النسيان، لذلك نقول إنه لا يسقط. الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع قال هذا غير مقبول، بالعكس الصيد يكثر فيه النسيان أكثر من الذبح. للواحد في الصيد دور، يعني اللي جرب الصيد، الذي جرب الصيد يعلم أنه كثير النسيان فيه، لأنك ما هي لحظات إن لم تصطد ذهب عنك الطير سم على عجالة. وذلك الحقيقة كلام الشيخ، لو حتى الشيخ يقول في شرح الممتع قيل لو قيل بالقلب لكان أنسب بناء على علتهم، لكن فيه معنى ألمح له السامري في المستوعب، أو في المستوعب يكون أفصح، تصح الوجهين، مستوعب اسم مفعول اسم فاعل، لكن الأفصح المستوعب اسم فاعل، يكون هو مستوعب المذهب، وهو أننا نفرق فنقول إن التسمية في الصيد على الفعل، بينما التسمية في الذكاء على المذبوح، والنسيان في التسمية على المذبوح على الأعيان أهون من النسيان في التسمية على الأفعال. هذا قاعدتهم، صحيحة أم خطأ لا أدري، لكن هم فرقوا بأن هذا التفريق، لأن يقولون إن الأعيان، طبعا هم شو يقولون لك، حتى هم يقولون مثلا لو أن امرأ سمى ثم أراد صيدا فأصاب غيره حلت الذبيحة، لكن لو سمى على شاة فذبح غيرها مباشرة، سمى على الأولى فذبح الثانية حرمت الثانية، لأن التسمية على الأعيان، فالتسمية متعلقة بالأعيان، فلذلك لا يعذر فيها بالنسيان. ولكن الأفعال يقولون عفوا فيعذر فيها بالنسيان، لكن لكن تسمية على الأفعال يابد قبل الفعل أن تسمي، فيكون تسمية قبل الفعل، فيكون على الفعل ابتداء. هذا كلامهم، يعني هو صواب أم لا؟ أنا نقلت بس كلام صاحب المستوعب وصاحب الكشاف، صاحب السؤال ما حضر، لكن الحمد لله، لأن قلت أنا أعدت أني أنا مش قلت بحضر يا شيخ المسألة، الإجماع إن شاء الله، إجماع عندكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، أني ما أنسى. سمي شيخ عبد الرحمن، إيه والله من بسمع يا شيخ، من فعل أمرا، لا هذا فعل، لا جاءه خبر، إذا جاءه أمر يسره، جاء خبر فجأة، إذا فجائية فجأة، لكن بفعله يقول لا، ختم القرآن، لكن جاء خبر النجاح، فهنا نقول نعم. لكن هو مثلا بنى بيته، يعني هذا ما ليس خبر، هو الذي بنى البيت، لكن جاءك الخبر، عند الخبر ذلك يقول هي فجائية، فلو تأخر سقطت السنة. سمي شيخ أحمد، طبعا هذه القاعدة ذكرها ابن رجب، الفائدة عشان ننسب كل قول لا تنسب قولا لي، هذه كلمة ابن رجب، أن العبرة بفعل غيره لا بفعل. نعم شوف يا شيخي، نعم يسقط، ما نقول يحرم، يقول يسقط ويحرم الرجوع وتبطل الصلاة، بطل صلاة المذهب، إلا أن يكون جاهل، أن يكون جاهلا بالحكم، إماما ومأمومين على المذهب، لما يجوز متابعته في الزيادة، لأن نرى أنها زيادة في الصلاة، هذا ربك. أما إحنا قلنا متابعة الإمام، ألم نقول أن متابعة الإمام على المذهب في النقص دون الزيادة، قلتها قبل شوي صح ولا؟ فهنا لو الإمام رجع عالما، الجاهل معذور، هم يعذرون بالجهل، يعذرون بالجهل، عالما بالحكم فرجع، فلا يجوز له الرجوع، ترك التشهد دي. أيوة ما كبر، إيه ما تابع المأموم ما تابع، أنت واقف، إيه لا ما تابعته. هنا طبعا هنا نقول ما أعاد، ليش؟ هو في الحقيقة أتى بذكر في غير محله، هنا بس هذا ما نقول أعاد، هنا ما أعاد يا شيخ، أتى بذكر في غير محله، بدأ بواجب ثم قطع الركوع، بدأ الفاتحة ثم قطعها ثم قال الله أكبر، هذه ما منها فائدة، ذكر في غير محله، ونحن قلنا أن الذكر في غير محله يستحب له سجود السهو ولا يجب، ما رجع يا شيخ، تسمع رجع أنه يرجع للركوع وكان مثلا ساجد يرجع للسجود عشان يقوم قيام الانتقال، هذا نقول مبطل الصلاة، يستحب له سجود السهو، يستحب طبعا، يجب عليه لأنه ترك واجبا، نعم لأنه ترك واجبا صح، لأنه ترك واجبا هو تكبيرة الانتقال صح، يجب عليه سجود السهو. شوف عندنا مسألة مهمة أنا ذكرتها قبل، يمكن تذكرها شيخ أحمد في العمدة، لذلك أنا تعمدت عشان الوقت، من ترك واجبا ومن ترك ركنا، من ترك واجبا ثم شرع في الركن الذي يليه سقط ولا يجوز له الرجوع له، زين، من ترك ركنا لها حالات، ليست حالة واحدة، الحالة الأولى
أن يترك الركن ويفوت كم؟ ركن واحد، فيجب عليه الرجوع ويأتي بما بعده ركن أو ركنين. يقول فإن شرع في الركن في الركعة الثانية، بدأ في الركعة الثانية فسدت تلك الركعة كاملة ولو كان هو الأخير، مثل من ترك السجدة الثانية. إذن عندنا حالات، الحالة الأولى من ترك إيش ركنا وما زال في أثناء الركعة لم تنتهي الركعة، فيجب عليه أن يرجع لهذا الركن فيفعله ثم يأتي بما بعده. الحالة الثانية أن يتذكر بعدما شرع في الركعة الثانية فنقول سقطت تلك الركعة فيجب عليه إعادتها، يجب عليه إعادتها. الحالة الثالثة أن لا يتذكر إلا بعد السلام فنقول يعيد ركعة ويعيد ما بعد الركعة وهو التشهد والسلام. ثلاث حالات. تزيد رابعة تقول تذكر بعد السلام بفترة طويلة فنقول بطلت الصلاة. إذا هذا الفرق بين ترك واجب سهل وترك الركن فإن له أربع حالات. اسم شيخ ذي 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 يا شيخ مضاف إليه. لا هم يرون أنها زيادة ليست نقص، وذلك تكون بعد السلام في ترك واجب. عندهم النقص نوعين، انتبه، هذه العبارة نص عليها المرداوي في الإنصاف، فيه السلام عن نقص ركعة وفيه السلام عن نقص واجب. السلام عن نقص ركعة يكون بعد السلام، والسلام عن نقص واجب يكون قبل السلام. هذه بعض الإخوان يقرأ في كتب المذهب في كتب الفقه يجد نقص ونقص فتشتبه عنده الكلمتان، هم يعبرون بنقصين، مرة يسمونه نقص مرة هذا نقص، وهذا من يعني دقائق هذا الباب، وهذه نبه لها المرداوي في الإنصاف. سم إيه سجود التلاوة؟ لا، يقول يجوز ولو كان جالسا. قل هل يستحب له القيام؟ هل يستحب له القيام؟ هم تكلموا عنها بس نسيت ماذا قال، نسيت. لكن المعتمد عند المتأخرين أنه يقول إيه يجلس، لكن هل يستحب قيام؟ والله إني شيخ نسيت، لكن اللي في ذهن الآن ولا تجزم عني أنه يقول لا ما يلزم ولا يستحب على حالة، لكن ما أدري والله. لا تراجعها يا شيخ، لا تراجعها، أنا ترى والله نسيت. جزاك الله خير. سمي شيخي الوداع للعمرة، المذهب وقول الجمهور أنه لا يجب، وأن حديث ابن عباس خاص بالحج، كان الناس إذا قضوا حجهم يفيضون من كل حدب حجهم، العبرة بالحج. في بعض أهل العلم يرى أنها متعلقة بالعمرة، منهم بعث من يرى وجوب العمرة لكن فيها بعد. لا ابن باز يرى الحج فقط أبدا عني، يمكن له رأي آخر، لكن الذي يكرر دائما بل أنه يعني ناقش شخص وأنا حاضر من المشايخ لما قال أنه بالوجوب قال لا مو صحيح، لا شيخ باز أكيد يعني مثل ما أنت قدامي أنا متأكد أنه يرى أنها سنة، إلا أن يكون له رأي أو نقلت عنه مسألة فهمت من كلامه لا أعلم. سمي شيخ حمد. المطر طبعا عندهم من المطر تعرف يعني حديث ابن عباس جمع في غير سفر ولا مطر، حديث في مسلم وهو محكم، مفهوم الحديث طبعا له دلالة، مفهوم منطوق مفهوم له حكمان منطوق ومفهوم. المفهوم أنه يجوز الجمع للمطر، هذا المفهوم، المفهوم أنه يجوز الجمع للمطر. المنطوق أنه يجوز الجمع للحاجة، انتبه، المفهوم عمل به المذهب والجمهور عامة أهل العلم إلا الحنفية. المفهوم هو الذي انتصر للشيخ الإسلام ابن تيمية وبقوة، المفهوم طيب عفوا المنطوق اللي هو الجمع للحاجة أراد ألا يحرج أمته، وضح المفهوم المنطوق في حديث ابن عباس. طيب الفقهاء يقولون إنه قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، بل هو بمثابة إجماع عن السلف رضوان الله عليهم أنهم يجمعون في المطر. ثبت عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء، وقال أظن الشعبي نسيت من السلف قال من السنة الجمع بين المغرب والعشاء، أو أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة نسيت الآن من قال الكلمة هذه، لكن أحد فقهاء التابعين رضوان الله عليهم قال من السنة، فدل على أنه يجمع. عندنا ضابطان من حيث الوقت ومن حيث الفعل. من حيث الوقت مشهور المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي يفتي به الشيخ محمد إبراهيم والمفتي وغالب مشايخنا أنه لا يجوز الجمع إلا بين المغرب والعشاء فقط، لأنه لم ترد السنة إلا بذلك، لم يرد الجمع بين الظهر والعصر، وفي فتاوى محمد إبراهيم من جمع بين الظهر والعصر يؤمر بإعادة صلاة العصر والتأديب ويؤدب، يؤدب لأن أتى بقول غريب.
والحديث من السنة الجمع بين المغرب والعشاء، إذن هذا الأمر الأول من حيث الوقت، لذلك قالوا يكون الجمع في الليل دون النهار في بين العشاءين. من أهل العلم من أجازها، الشيخ بن باز له فتوى في الفتاوى يرى الجواز الجمع، لكنه لم يعمل به، صلى مرة في مسجده وكان هناك مطر الظهر، قال لا تجمعوا، لا. فربما هو أخذ يعني بحديث ابن عباس، قال نعم، هو استدلال بحديث ابن عباس ذكرت قبل قليل حديث مسلم، ولكن الحقيقة الاستدلال فيه بعد، لأنه بالمفهوم نحن نستدل على المفهوم، والمفهوم لا عموم له، عندنا قاعدة معروفة قاعدة أصولية أن المفهوم لا عموم له، ما نقول أن العموم يدل على الجمع مطلقا، ولكن يدل على مطلق الجمع مفهوم، هذه قاعدة أصولية مسلمة أن المفهوم لا عموم له. ونحن قلنا أن حديث ابن عباس يدل على جواز الجمع بالمفهوم لا بالمنطوق، المنطوق هو الذي له عموم. إذن هذا قول، هذا الأمر الأول أنه بين العشاءين دون الظهر والعصر، لم يثبت عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه جمع بين النهارين، وقال ولأجل مظنة، فإن الليل هو مظنة المشقة للنهار. هذا واحد. الضابط الثاني سأرجع لهم بعد قليل، الضابط الثاني قالوا لابد أن يكون هناك مطر، قالوا ليس كل مطر يجمع له، فإن الطل لا يجمع له، الطل البلل. والمذهب أنه لابد أن يكون المطر يبل الثياب، بمعنى أن من جلس تحت المطر فإنه يبل ثوبه كله، حتى أن قال بعض المشايخ لو عصره لا اعتصر، يدل عنه يبله، ليس مجرد رذاذ على كتفيه وعلى بعض ثوبه، لا، لابد أن يبل الثوب كاملا. قالوا لأن ما كان دون ذلك فإنه لا يسمى في لسان العرب مطرا، وإنما يسمى طلا، يسمى رذاذا، سميه ما شئت، ديما وهكذا. فذلك قالوا إن نحن نستدل بلسان العرب، فلابد أن يكون يبل الثياب. الشافعية بالغوا، قالوا لابد أن يكون المطر شديدا، مدري إيش، جعلوا قيودا، لكن نحن أخذنا بأقرب مناط لغوي، إن لم يكن عندنا حد شرعي عندنا قاعدة، المحددات واحد من ثلاث أشياء لا يمكن أن تخرج عنها، إما أن يكون محدد شرعي، أو أن يكون محدد لغوي، أو أن يكون محدد عرفي. لابد المحدد الشرعي، مثلا لما نقول الزكوات حددها الشرع بكذا، المحدد أو مثلا أقل مدة الحمل 6 أشهر، هذا محدد شرعي وهو الإجماع عليه، حديث ابن عباس لما أخذ الإشارة من الآيتين واجمع عليه العلماء. والمحدد اللغوي كثير من هذا الذي معنا، والعرفي مثل الدم الفاحش القليل والكثير. فهو بهذا الترتيب، ما دام عندنا حد لغوي فإننا نرجع إليه. إذا لابد أن يكون هناك مطر يبل الثياب، القليل لا يجمله. طيب نرجع الآن ثم سأعود لمسألة تفرع عليها. بناء على ذلك الفقهاء يقولون إن الجمع لأجل الحاجة، الجمع لأجل الحاجة صورة، إذا تأكدت الحاجة، شوف عبارتي، إذا تأكدت الحاجة، إذا تأكدت الحاجة فإنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وأما عند مظنة الحاجة، عند مظنة الحاجة مثل السفر، السفر أحيانا ما في مظنة يا شيخ، أحيانا يا شيخ الطائرة يقولون، أنا ما رأيتها، إن بعض الطائرات في الدور العلوي سرير نوم، يعني مثل هذه ربما تكون في بيتك، هي أرفه من بيتك، لكن السفر، لكنه مظنة الحاجة، السفر قطعة من العذاب كما في صحيح مسلم. فنقول هنا لما كان مظنة الحاجة إذا ننيطه بالسفر، فإذا وجد السفر وجدنا القصر طبعا والجمع أيضا، وأوجدنا الجمع. كذلك المطر لما كان مظنة للحاجة، مظنة الحاجة، وإن لم يكن هناك حاجة عامة فإن نقول يجمع له، لكن يجمع إذا مطر يبل الثياب بين العشاءين، بين العشاءين. طيب عندنا مسألة، هل الجمع لأجل المطر أم لأجل الجماعة؟ المذهب أن الجمع لأجل المطر، وبناء على ذلك فالمنفرد والمرأة يصلون في بيتهم جمع، يجوز لهم ذلك. ومن كان بين بيته وبين مسجد ساباط يعني مظلة، فإنه يجوز له الجمع. والحقيقة الرواية الثانية وهي الذي يعني أقرب دليلا بل يكاد يجزم به، وعليه فتوى مشايخنا، أن الجمع لأجل الجماعة، فمن صلى جماعة جمع، ومن صلى يعني جماعة في مسجد، طبعا جماعة لأجل جماعة في مسجد، ومن صلى جماعة في غير مسجد، كان يكون جماعة في بيتهم أو يكون منفردين، فإنهم لا يجمعون. إذن الجمع لأجل الجماعة في المسجد، أو الجماعة إذا كانوا متفرقين، ولو لم يكن مسجد كان يكونوا متفرقين في حي مثل مساجد الأحياء أو مساجد البيوت، مر معنا شو معنى مسجد البيت، لكن جالسين في بيت في استراحة وفي مطر يجمعون، يعني أنا وإن كان يعني كلام الفقهاء يدل على الجواز، لكن يعني فتوى من شيخنا وهو الذي يعني مقاصد الشريعة تدل عليه أنه ما يجوز الجمع،
المرأة في بيتها تجمع يعني صعب، صعب جدا. هم يقولون إذا جمع الإمام جمع من في البيت حتى المرأة، لكن في بعد، فيه بعد، بعد شديد جدا. طبعا يبقى عندنا مسألة قضية المطر. المذهب يقولون إن من شرط، تعرفون تكلمنا عنها في الجمع أو ما بعد جاءنا الجمع، أنهم يقولون من شرط الجمع نيته في أوله، ولذلك يقولون من شرط هذا المذهب، من شرط الجمع أن يوجد المطر عند ابتداء الأولى وابتداء الثانية، يعني عند ابتداء الأولى وانتهاء الثانية وابتداء، عند ابتداء الأولى وانتهاء الأولى وابتداء الثانية. لماذا؟ قالوا ابتداء الأولى لأن من شرط الجمع نية الجمع عند الأولى، لأن عندهم إن الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكونان صلاة واحدة، والرواية الثانية أن الجمع هو جمع الصلاة وقت الصلاتين، وذلك لا يجوز الموالاة، لا يشترط الموالاة ولا يشترط نيتها عند الأولى. تستمر معنا إن شاء الله في محلها في صلاة ذوي الأعذار إن شاء الله، إن شاء الله. مقدار أذكار، أذكار الصلوات، أذكار الصلوات التي هي التسبيح والتي هي التهليل عشرا، والتي هي طبعا التهليل عشرا بعد الفجر والمغرب وجاءت مطلقة، والتي هي هذه الاستغفار إنما هي بعد الفرائض دون النوافل، بعد الفرائض دون النوافل، النوافل. لكن لو قلت بعد النوافل ما في ما يمنع، ما نقول إنك يعني أتيت بخطأ، لأن من الناس من قاله. طيب الله يحفظكم، خاصة السلام عليكم ورحمة الله.